السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله نتكلموا في هذا الفيديو على بون جاوبو على بعض الأسئلة. هناك 12 كاستيون، 12 سؤال، ان شاء الله نجاوبوا عليها. هذه الأسئلة المتداولة بكثرة. بون، اذا عجبكم الفيديو بيان سير الضغط على زر جيم لايك والاشتراك. نبدأ على بركة الله. السؤال الاول، نقدر ندير ليماج قبل استعمال البروتين؟ بيان سور، استعمال البروتين يكون بعد ليماج، او كونترار راح شغل يمد لهم. اذا كان اوريجينال بيان سور راح يمد لهم لون، يغاردي اللون الطبيعي. بون، كيفاش السؤال الثاني، كيفاش نعرفوا الفرق بين الاوريجينال والمقلد؟ قلنا الفرق بين الاوريجينال والمقلد شو راهو، كاين فيديو كاملة على هذا الموضوع، ولكن باختصار الرائحة ديالو رائحة نواط كوكو، رائحة جوز الهند، وكذلك اللون ديالو اللي يكون أبيض وأبيض بياض جوز الهند. وشنو رجعوا للفيديو، راه كاين فلاشين ديالي فيديو تكلم على معرفة المقلد من الأوريجينال. بون، سؤال ثالث، لدي شعر جاف وخشن، هل تنصحني باستعماله؟ بيان سور ننصحك باستعماله، ولكن قبل الاستعمال يستحسن استعمال الزيوت مثل زيت اللوز، زيت جوز الهند لترطيب الشعر نوعا ما، وبعد ذلك يستعمل البروتين، وان شاء الله النتيجة تكون فعالة 100%. مع التذكير على انه يستعمل لوليسور بدرجه حراره 230 درجه، 230 درجه مئويه للشعر الجاف والخشن. اما اذا كان شعر خفيف نوعا ما فيستحسن استعمال درجه حراره 180 درجه حتى 200 درجه. سؤال رابع، شعري فيه خفيف وفيه ليفوش. نعم، يستحسن استعمال البروتين هدايا لأنه يقوي الشعر ويعالجه أو ميم طون. السؤال الخامس، كم المدة التي يجب إعادته؟ المدة جينيرالمون لا بروميير أبليكاسيون سي أونتر أن موا إي دمي حتى لتروا موا، سا ديبون الشعر، حالة الشعر، إذا كان متضرر كثير أو إذا كان متضرر بصفة قليلة. السؤال السادس، السعر ديالو، لو بري ديالو. السعر ديالو هو سا ديبون، يتباع باللا دوز، سا ديبون شاك كوسميتيك و سي اونتر 700 دينار 800 دينار، سا ديبون شاك كوسميتيك و كشي يبيع. بون، السؤال السابع، هل يتم غسل الشعر بشامبو نوعي او شامبو عادي؟ بون، لا غام ديالو يجي فيها شامبوان سبيسيال يتغسل ابري، يتغسل به، مي سي با ان بروبليم باسكو تستعملوا لو شامبوان سون سيلفات، شامبو لي ميرغويش، باسكو كاين اسئله كثيره يقول لك شامبو سون سيلفات ولكن ميرغويش، هذاك هو لو شامبو سون سيلفات. بون، الشعر الثامن هو الشعر المزيت. الشعر المزيت يستعمل ليه البروتين نورمال، سا ديبون درجة التزيت ديالو إذا صح التعبير. الغسل الشعر، الشعر المزيت، غسل الشعر يكون بالماء نوعا ما بارد، ما تغسلش الشعر المزيت بالماء درجة حرارة عالية لانه راح يفرز هرمونات، وهاد الهرمونات تكلمنا عليها ديجا، تزيد في افراز الهرمونات الدهنيه، ولهذا يستحسن استغسال بماء دافئ نوعا ما، ليس بارد ولكن دافئ نوعا ما. السؤال التاسع، هل يبدل لون ليماش؟ لا ما يتبدلوش ليماش، اللون تاع ليماش لا بعد الاستعمال ديالو، ابري البروتين بعد استعمال ديالو وتكون شغل ابري ليماج ما يتبدلوش اذا كان اوريجينال بيان سور. اما اذا كان
مقلد بيان سور راح يتبدل نوع بليتو لون ليماش. ولهذا مي اذا كان اوريجينال حتى ولو كان تبدل لون يكون تبدل خفيف جدا. ايش في ان بيتي رانساج وراح يرجع اللون كما كيف ما كان. السؤال العاشر، استعملت مقلد ما شعري تضرر كثيرا تقصف، ما هي المدة التي يجب استعمال البروتين بعد استعمال الأول؟ إذا كان استعمال الأول ما جابش نتيجة، على كل حال تستطيعين استعمال البروتين إذا كانت درجة تضرر كبيرة، تستطيعين استعمال البروتين، ولكن يحبذ استعماله أبري أم وإدمي حتى الضروامه. السؤال الحادي عشر، هل يستعمل هذا البروتين للشعر الخفيف؟ نعم يستعمل للشعر الخفيف، لأنه كما قلنا يقوي الشعر، وهذا في حالة ما إذا لم يكن هناك مرض. إذا كان الشعر مريض فلابد من علاجه أولا، ذهب إلى الطبيب. وإذا كان شعر خفيف ويتساقط راه كاين لو مينوكسيديل أو يتباع مينوكسيديل أبوه ريبتير، هو يساعد على عدم تساقط الشعر، ومن بعد ذلك يستعمل البروتين. السؤال الثاني عشر، كم نقعد بهذا البروتين بعد تطبيقه، بعد الابليكاسيون ديالو شحال تقعد به؟ بون هو منصوح يقعد به 20 مينيت ماكسيموم، 20 مينيت يفو ريسبكتي هاد لو طون، لازم تحترمي 20 دقيقة، وبعد ذلك يغسل، لأنه إذا طولتي به راح إذا أكثرنا من الشيء، إذا زاد شيء عن حده انقلب ضده، ولهذا تركوه 20 مينيت ماكسيموم، باسكو لابليكاسيون ديالو ماهيش كابليكاسيون تاع البروتين اونيكا أو فيولات أو لابليكاسيون ديالو 20 مينيت. وتنشيف الشعر يكون بنسبة 50%، أما بالنسبة لأونيكا أو فيولات أو أي بروتين آخر فالتنشيف نوعا ما يكون كلي حوالي 90%. هذه هي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.